بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالكمبيوتر Organization and Architecture، وما زلنا في الشابتر الثاني في كتاب ويليام ستالينجز اللي هو الشابتر الخاص بالكمبيوتر Evolution and Performance. وحاليا خلاص احنا بشكل ما عرفنا الفيرست جنريشن، السكند جنريشن، واتكلمنا على الثيرد جنريشن الخاص بالانتجريتد سيركت. ثم بدأنا نتكلم ازاي نصمم من اجل الكفاءة، نتكلم على المايكرو بروسيسور سبيد، واتكلمنا على البرفورمانس بالانس عشان اعمل بالانس ما بين سرعة البروسيسور والرام، وبدأت اتكلم على التطور اللي حصل داخل التشيب بتاعة البروسيسور. دلوقتي حاليا ان شاء الله هنتكلم على موضوعين ان اسعفنا الوقت ان شاء الله. هنتكلم على التطور بتاع عائلة 86 بتاع شركة انتل، ثم هنتكلم على الامبيدد سيستم عن طريق الارم بروسيسور. طبعا ده التطور اللي طرأ على البروسيسور 80، عفوا، البروسيسور عائلة البروسيسور 86 بتاع شركة انتل. كنا بادئين بشكل ما بالبروسيسور، تعالى نتكلم على 8080. ده كان اول جنرال بيربز مايكرو بروسيسور، اول مايكرو بروسيسور على تشيبه واحده عليه مكونات السنترال بروسيسنج يونت، واتحط في كمبيوتر اسمه التير. 8086 ده كان اكثر كفاءه من 8080، وده كان عباره عن 16 بت بروسيسور، يعني بقدر اتعامل مع اثنين اوبيراند 16 بت، والديتا باس بتاعتي كانت عباره عن 16 بت. بعد كده بدأ تظهر فكرة كمان الانستراكشن كاش، وبدأ يظهر كمان ان انا اجيب اعمل بريفيتش او اعمل كيو طابور للاوامر الاخرى، بريفيتش كيو انستراكشن في 8088، وده اول حاجة استخدمت في الاي بي ام بي سي. بعد كده في تطورات كتير حصلت، وصلنا ل 80286. احنا بناخد بس العلامات البارزة، يعني ده كان عبارة عن 16 ميجا بايت ميموري ادريسابل، يعني اقدر اكلم 16 ميجا بايت. وطبعا زي ما قلت قبل كده الكيلو عبارة عن 2 اس 10، الميجا عبارة عن 2 اس 20، والجيجا عبارة عن 2 اس 30. يعني اذا كان الميموري لوكيشن الواحد فيه بايت، لو قدرت اقول كده، ففي 80286 اقدر اقول ان الادرس بس عبارة عن 16، دي عبارة عن 2 أس 4، والميجا عبارة عن 2 أس 20، يبقى أنا تقريبا بتكلم في 2 أس 24، يبقى الأدرس بس سايز عبارة عن 24 بت، 24 بت. وأقدر بيقول لي إن أنا أقدر أجيب ميموري من فوق الواحد ميجا بايت. البروسيسور 80386 ده عبارة عن 32 بت، وده بدأ يسبورت المالتي تاسكينج، يعني اقدر اعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت. بعد كده ال 80486 وبدأ يظهر فيه الماس كو بروسيسور، يعني بدأ يظهر ان فيه بروسيسور مساعد اقدر انفذ بيه العمليات الحسابية. بدأ يظهر البنتيوم بفكرة السوبر سكيلر، احنا قلنا السوبر سكيلر ده يا جماعة عبارة عن مالتيبل بايبلايننج، ان عندي multiple instruction executed in parallel، اكتر من امر بيتنفذ على التوازي. بعد كده البانتيوم برو بدأ يزود في حتة السوبر سكيلر، وبدأ يتكلم في البرانش بريدكشن والداتا فلو اناليسيز والسبيكيوليتيف اكسكيوشن اللي هو التنفيذ التنبؤي، ان انت بتتنبأ بالاوامر وتقدر تربط الاوامر مع بعض بحيث تنفذ امر قبل امر. ده البانتيوم برو. بدأ يظهر بقى البانتيوم 2 مع المالتي ميديا، بدأ يظهر البانتيوم 3 فلوتنج بوينت انستراكشن و 3 دي جرافيكس، البانتيوم 4 والايتانيوم ال 64 بت. ده معظم التطورات اللي حصل في 80 في عائلة ال 86. طبعا الكلام ده بالنسبة لي يعتبر تاريخ فقط مش أكتر، باستثناء بعض الكي ووردز اللي بنتكلم عليها زي السوبر سكيلر، البايب لايننج، أوكي،
speculative analysis. بعد كده هنتكلم على الامبيريال سيستم او النظم المدمجه، وده التوبيك او الترند اللي الناس شغاله فيه النهارده اللي هو النظم المدمجه. يعني مثلا الموبايل بتاع حضرتك النهارده الايفون ده موجود جواه بروسيسور، البروسيسور ده من النوع ارم بروسيسور. الغساله او الثلاجه او الماوس حتى بتاع حضرتك عباره عن امبيريال سيستم. يعني ايه امبيدد سيستم؟ امبيدد سيستم عباره عن اتحاد كمبيوتر هاردوير، عندك هاردوير وعندك سوفت وير واحيانا ميكانيكال او الكترو ميكانيكال سيستم، كل دول مع بعض مصممين بغرض واحد فقط لوظيفه واحده فقط ومحدده. يعني مثلا الماوس ده معمول بحيث ان ينقل الحركه بتاعت الماوس على الشاشه. فده عباره عن مين؟ عباره عن كمبيوتر هاردوير، عفوا عباره عن هاردوير وسوفت وير والكترو ميكانيكال سيستم عشان يحقق لي الغرض ده. كل الاوتوميشن النهارده اللي موجود داخل الكارز او الكارز اوتوميشن زي الانتي بريك سيستم زي الانتي لوك، كل الانظمه دي كلها عباره عن امبيدد سيستم او تطبيقات للامبيدد سيستم. كل الامبيدد سيستم دي طبعا اقدر اعملها باكتر من بروسيسور، لكن الكور بتاعها بشكل كبير هو الارم بروسيسور. الارم بروسيسور ده عباره عن، يبقى الارم بروسيسور بتاعي عباره عن اركتكتشر للبروسيسور، وده عباره عن ريسك، وهنعرف ان شاء الله في المحاضرات التاليه يعني ايه ريسك. والريسك ده ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر، لكن 8086 او عائله 86 بيتقال عليها سيسك كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر، لكن الارم بروسيسور عباره عن ريسك اركتكتشر، وده مستعمل داخل الامبيدد سيستم. وقلنا الامبيدد سيستم يعني ايه خلاص؟ دي تطبيقات الامبيدد سيستم اللي موجوده في السوق، في الاوتوماتيف الاجنيشن سيستم نظام الاشعال، الانجن كنترول، البريك سيستم، موجود كمان في الكونسيومر الكترونكس في التويز والجيمز والاوتوموبايلز اوكي والدي في دي والتليفونز والسيل فونز والكاميراز والجلوبال بوزيشننج سيستم، في الاندستريال كنترول موجود داخل الروبوتكس وموجود في السنسورز، في الميديكال في اكتر من حاجه قدام حضرتك، وفي الاوفيس اوتوميشن زي الفاكس ماشين والفوتوكوبير والبرينتر والمونيتور والسكانر، كل ده جواه امبيدد سيستم. وبشكل كبير هتلاقي الامبيدد سيستم ده بيلد على الارم بروسيسور اللي كفاته. ده شكل الاورجنايزيشن بتاع الامبيدد سيستم، ان عند حضرتك في بروسيسور مع الميموري، ده نوع معين من التكنولوجي اسمها فيلد بروجرام جيت اري، في هيومن انترفيس، في انالوج تو ديجيتال كونفرتر، انالوج تو ديجيتال كونفرتر عشان لو في سنسور بيجيب اشاره انالوج زي اشاره تمبريتشر اوكي، عشان تدخل البروسيسور لازم تدخل على انها ديسكريت فاليوز باينري، يقدر البروسيسور يتعامل معاها، ولما يحب يطلع الخارج على انه هيشغل بيه موتور مثلا، ولا هيشغل بيه سرينه او سماعه او مؤشر اوكي، هيحتاج ديجيتال تو انالوج كونفرجن. في الكترو ميكانيكال باك اب اند سيفتي، في اكشويتر زي الموتورز والريليز، في مجموعه من السنسور، السنسور انت بتقرا منها الحساسات، بيدخل عن انالوج تو ديجيتال كونفرتر عن طريق البروسيسور، وعن طريق البروسيسور يقدر يتعامل مع كل الوحدات دي عشان يعمل بروسيسنج ويطلع الخارج المناسب. ده بوسيبل اورجنايزيشن بتاع الامبيدد سيستم. في الحقيقه ان التطور اللي حصل على الارم كان منشأه في البدايه خالص ان الارم تكنولوجي اولا كان لو باور هاي سبيد بروسيسور ولو باور. ارم جاي منين؟ جاي من شركه اكورن، دي شركه انجليزيه اكورن ريسك ماشين، اكورن ريسك ماشين، او فيما بعد بداوا يتكلموا عليها اللي هي الادفانسد ريسك ماشين. ده جدول الايفوليوشن الخاص بالارم بروسيسور من خلال الفيتشر اللي بدات تظهر خلال الكاش، و
عدد تنفيذ العمليات او كام مليون انستراكشن بير سكند، بينفذ كام امر في الثانيه الواحده. ان شاء الله هنستكمل المحاضره دي ان شاء الله المحاضره القادمه، وهنتكلم على البرفورمانس اسسمنت، ويا ترى بنقيم اداء الكمبيوتر بتاعنا كسرعه بناء على ايه المحاضره القادمه ان شاء الله. اتمنى ان المحاضره دي تكون عجبت حضراتكم، ونلتقي ان شاء الله في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.